Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil sadat wa 'ala alihi wa sahbihi salam. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa fa'am bis-salihati wa a'lam. Yasal hudu fi hadhihi al-fursa al-mubarakah. أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن هيتو، وهو أستاذ عالم من العلماء، وهو أيضا مؤسس ومدير المركز الدولي للعلوم الإسلامية في ألمانيا، وكذلك أيضا هو مؤسس ومدير جامع الإمام الشافعي في إندونيسيا، ومدير شعبي لمؤسسة حلال كنترول في ألمانيا. وكما نعهد الشيخ محمد عبد الرحمن عليم مدير تنفيذي جامع الإمام الشافعي ومعهد الأخ علي القشيري، علي القشيري، وبالحقيقة يعني هو طالب معنا في هذه الجامعة، وهو أستاذ في الإمام الشافعي في تيانجو، في تيانجو، في تيانجو. في الجبل صنم حلال في الهوى، وهذا الموضوع هو مهم جدا، والحديث حوله يشوب الكثير من المداخلات والشيء من الأمور. وكما نعرف أن هذا الموضوع أيضا من المشكلة التي تواجه كثيرا من الدول في أوروبا وأمريكا وأستراليا وما نحن في إندونيسيا وماليزيا. وفي هذا اللقاء أيضا أود أن أقدم للشيخ الشرف الكبير لزيارته في هذه الكلية، وهذه الكلية هي كلية دراسات العليا في المرحلة الماجستير والدكتوراه، وأيضا فتحت الماجستير والدكتوراه في الكلية، ولكن أيضا الكلية هي كلية مستقلة خاصة في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه. وأود كثير من الطلاب والطالبات من هذه الكلية من هذه الجامعات في مختلف المحافظات، وكلهم يعني في هذا الوقت في منصب من المحيط مثلا رئيس الجامعة الإسلامية الحكومية وغير الحكومية، وكذلك أيضا يعني كانوا من الدعاء وإلى آخرها. وكما أعرف لفريق أنه المدير الشرعي لمؤسسة حلال كنترول في ألمانيا، بمعنى سيتحدث فضيلته باللغة العربية والإنجليزية والألمانية. فالمناقشة ستكون في هذه اللغات إن شاء الله. ونعطل في هذه المقدمة ونعطي الفرصة لفضيلتي أن يلقى كلمته. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإني قبل أن أبدأ بالكلام على الموضوع الذي بعيت بأجله أتقدم بالشكر لهذه الجامعة وللمسؤولين عنها إذ أتاحوا لي هذه الفرصة لأتكلم مع الطلاب والطالبات حول موضوع الحلال في الغرب بشكل عام وفي ألمانيا بشكل خاص، بل لأتكلم عن موضوع الحلال في العالم الإسلامي كله، فهو من أهم الموضوعات التي يجب علينا أن نعتني بها في أيامنا المعاصرة. في الزمن الماضي قبل أن تستعبد أمتنا وتستعمر وتجزأ وتدمر، كنا سيادة العالم، وكان البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية، وكان سلطاننا ممتدا على معظم بقاع الأرض، فما كنا بحاجة لأن نسأل عن الطعام هل هو حلال أم حرام، لأننا ما كنا نستورد الطعام من أعدائنا، وإنما كنا نصنع الطعام ونصدره للعالم كله، وكانت حضارتنا هي الحضارة الرائدة التي يتغنى بها العالم ويتمنى لو أنه توصل إلى مثل تلك الحضارة، ولكن الأمور لا تستمر على حال واحد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهكذا شأن الأمم على مر التاريخ الإنساني، تمر الأمم بحالة طفولة ثم بحالة شباب ثم بحالة كهولة ثم بحالة شيء وضعف، وقد تنهار وقد لا تنهار، ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. لكن أمتنا فقدت سلطانها على الأرض، بل فقدت سلطانها على نفسها، فنحن ليس لنا سلطان على أنفسنا حتى يكون لنا سلطان على غيرنا. فالعالم الإسلامي اليوم مسير وليس بمخير. نحن نمنا، وقامت أوروبا، وقام الغرب، وقامت الثورة الصناعية فيه، ودمرت حضارتنا، وصرنا مضطرين لأن نستورد غذاءنا في كثير من أنواعه ومسمياته إلى بلادنا. ولذلك كان لابد لنا أن نعرف هل هذا الطعام الذي نستورده مما يجوز أكله أو لا يجوز. في الماضي ما كنا نسأل عن هذا، لأننا كنا نحن الذين نصنع طعامنا، وأما الآن لسنا نحن الذين نصنع كثيرا من أطعمتنا التي نأكلها. وقبل فترة من الزمان بعد انهيار أمتنا وضعفها، بقي في ذهننا وهم يقول لنا ما زلنا نحن الذين نصنع طعامنا، ما تنبه الناس إلى أننا أصبحنا عادة على العالم نستورد منه طعامنا ولباسنا وكل شيء مهم في حياتنا. ولذلك كان الإنسان يأكل الطعام المستورد ولا يخطر بباله
أن هذا الطعام حرام أو أن هذا الطعام فيه شبهة، ما زال تعلق في ذهنه الصورة السابقة، وهي أن كل الطعام الذي يأتي إلى أمتنا طعام حلال، إلى أن سخر الله سبحانه وتعالى الناس هنا في جنوب شرق آسيا وبشكل خاص في إندونيسيا، سخر الله الناس هنا من أجل البحث في الحلال، فقامت مؤسسات الحلال في إندونيسيا وماليزيا، ولهم الفضل في ذلك، ولولاهم لما عرفنا أنه يوجد في الطعام حلال وحرام. وأنا أقر بهذه الحقيقة وأشكر وأحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه الأمة من أجل أن تبين لنا أن الطعام حلال وحرام، سواء كان يصنع في بلادنا المقفورة أو كان يصنع في الغرب المستعمر والمستبد. وكلكم تعرفون أن مؤسسة الحلال هنا عندكم في إندونيسيا من أكبر المؤسسات التي تعنى بالحلال في العالم، وهي من أكبر المؤسسات أيضا الموجودة في إندونيسيا. فبدأ الناس يفكرون، هل هذا الطعام الذي نستورده يجوز أكله أم لا يجوز أكله؟ تنبهنا إلى أن الصناعات الغذائية التي تصنع في الغرب تستعمل فيه شحوم الخنزير، تستعمل فيه الكحول، تستعمل فيه أشياء كثيرة حرمها الله تعالى علينا، وما كنا نعرف هذا، كنا نأكل كل طعام يأتي يكتب عليه فيه، ما الذي نحن نصد أنه سم أو أنه دهن من الخروف، دهن حيواني لكنه جائز، إلى أن عرفنا الحقيقة. قال لي أحد الإخوة المسلمين في هولندا من الهولنديين مدير مركز لاهاي، قال لي في بطن كل مسلم خنزير صغير، في بطن كل مسلم خنزير صغير، لأن دهن الخنزير من أهم الدهون التي تستعمل في أوروبا، وهم لا يأكلون إلا الخنزير تقريبا، يأكلون لحوم أخرى لكن أكثر أكلهم من الخنزير. وكل يوم يذبح مئات آلاف من الخنازير، والمعروف أن الخنزير من أكثر الحيوانات شحما، ولا يلقى شيء في أوروبا، أوروبا لا يلقى فيها شيء، كل شيء يستعمل، حتى فضلات الإنسان مباع، فضلات الإنسان مباع لشركات تستثمرها وتستخرج منها كثيرا من مواد التجميل، ولا سيما التي تضعها النساء على وجوهها. ولست انا الذي اقول هذا، وانما العلماء في المانيا هم الذين قالوا هذا في برامج التلفزيون. وبناء على ذلك كان لابد لنا بوسيلة أو بأخرى، كان لابد لنا أن ننظر في الطعام الذي يأتي. وحتى نعرف أن الطعام يجوز أكله أو لا يجوز، لابد لنا أن نعرف العناصر التي تتكون منها المادة الغذائية. فبعض الشركات الكبرى التي تنتج المواد الغذائية يدخل في
في تركيب المادة 100 عنصر بمقادير متفاوتة، تقدر بالميكروغرام، والشركات المنتجة للغذاء لا يفرض عليها أن تكتب كل العناصر التي تستعملها في المادة الغذائية إلا إذا كانت بنسبة معينة، فإذا كانت دون تلك النسبة فلا يجب على الشركة أن تكتب على الغلاف المادة مكونة من كذا وكذا، وإنما تكتب ما كان من المواد ضمن النسبة التي تقررها الدول. وبناء على ذلك نأكل الطعام ولا ندري مما كون هذا الطعام، ولذلك كان لابد لنا أن نطلع على كل العناصر التي يتكون منها الطعام. اليوم البكتيريا وهي مئات بل لو قلت آلاف الأنواع ما أكلها البالغ، من أين جاءت؟ لنفترض أنها طائرة، لكن كيف تغذت؟ تتغذى على بيئات مختلفة، مئات البيئات، وكل بكتيريا تعطي نكهة خاصة. وقد أخبرني الدكتور علي مصطفى يعقوب رحمه الله تعالى أنه ذهب إلى أمريكا لبحث مادة غذائية، فوجدوا أن الجدة السابعة للبكتيريا كان من الخنزير، أو كان يتغذى على الخنزير، فرفضوا إعطاء الشركة شهادة الحلال. لكننا هنا عرفنا من أين نشأت تلك المادة، لأن الجدة السابعة قريب جدا. لكن الآن يوجد بعض أنواع البكتيريا منذ 500 عام موضوعة في المصارف الخاصة بالبكتيريا، ولا سبيل في هذه الدنيا لمعرفة من شيء. إذن رغم أننا أوجدنا المؤسسات التي تتتبع موضوع الحلال، لكننا رغم ذلك ما زال عندنا قصور كبير في معرفة كثير من الأمور التي لا سبيل إلى معرفتها الآن بإمكانياتنا الضعيفة. وكثير من الشركات تأبى أن تعرض علينا أسرارها أو من أين جاء هذا، وتستغني عن الحلال، لكن حينما تأبى معنى ذلك أنها تكون لها صلة بمئات الشركات الغذائية. فهل ستتعطل كل هذه الشركات الغذائية لأنها تستهلك هذا العنصر الغذائي الذي لم نستطع أن نعرف سره؟ لابد لنا من معرفة العناصر المكونة للمادة الغذائية. فالشركة ترسل أسماء العناصر التي تتكون منها المادة الغذائية، فينظر فيها الكيميائيون وليس نحن، نحن أناس شرعيون، وكلمة الحلال منوطة بالشرع. فلا بد أن تكون القيادة أولا وأخيرا للشرعيين، لكن الشرعي وحده لا يستطيع أن يعمل، لا بد له من كيميائي. هذا الكيميائي ينظر في العناصر التي تتكون منها مادة غذائية، والشركة توقع كتابا
تتعهد فيه بأنها لا تفشي أسرار المادة الغذائية، ويترتب على إفشائها عقوبات صارمة في أوروبا. حينما نوقع على أننا نلتزم بالسرية الكاملة في هذا المنتج، نلتزم به 100%. قد نعطيهم شهادة ولا نعطيهم، موضوع آخر هذا، لا تعطيهم شهادة، لكن لا يجوز لك أن تفضح أسرار الشركة. فإذا عرفنا عن طريق الكيميائيين الذين نظروا في العناصر، عند ذلك ننظر يقول لنا هذا العنصر مكون من كذا، جاء من كذا، أتى من المكان الفلاني، تغذى من المكان الفلاني. كلكم تعرفون الذي درس منكم الشريعة، يعرف الجلالة، الدجاجة التي ترعى في الأرض وتأكل النجاسة، عند بعض الفقهاء لا يجوز أكلها حتى تعلف عدة أيام يتغير فيها رائحة لحمها أو يتغير فيها طعم اللحم، وعند بعض الفقهاء يجوز أكلها بعد كراهة. إذا نحن لابد لنا أن نعرف هذه المادة كيف تغذت، هذا العنصر الذي عندنا كيف غذي حتى وصل إلينا. وبراء ذلك، حينما نذهب إلى الشركات بعد أن ندرس العناصر كلها ونتكلم مع الشركة على المواد المحظورة وتتعهد بإزالتها وتزيلها فعلا وتستبدلها بعناصر أخرى ليست محظورة، لابد لنا أن نذهب إلى الشركة ونعاينها مباشرة، ولابد أن ننظر في حاسبها ونتتبع أخبارها حسب السجلات الموجودة في الحاسب، هل هذه المعلومات التي أعطيت لنا صحيحة أو ليست بصحيحة. وهذا العمل في بعض الأحيان استغرق 6 أشهر، وربما استغرق سنة، وربما زاد عن ذلك، لأن الشركات ليس ببساطة، لا تتمكن ببساطة أن تغير عناصر التركيب، قد تحتاج في بعض الحالات لسنوات التغيير. شيء آخر، ربما كانت الشركة في الماضي تستعمل الخنزير، معنى ذلك أن الأجهزة كلها نجسة، والمواسير تعد بعض الحالات بالملايين متنجسة لأنه مر فيها الخنزير، والسيور التي تمشي عليها المادة الغذائية متنجسة. هذا كله يحتاج إلى جهود مضنية حتى نتمكن من جعل الشركة شركة منتجة للمادة الغذائية. والشركات غالبا ما تستجيب، في الغالبية العظمى تستجيب وتغير كل العناصر، ليس من أجل ديننا وليس من أجلنا، نحن أمة مستعمرة مقهورة مغلوبة، لا سلطان لنا على شيء في هذا العالم بل لا سلطان لنا على أنفسنا. وأنا أقول ما أعتقد، وربما يعتقد غيري غير ذلك ولا خلاف في هذا، لكنهم يغيرون ويوجهون في مصالحهم التجارية. أندونيسيا تعتبر من أكبر الأسواق التجارية الإسلامية في العالم، ومعظم الشركات تصدر بضائعها إلى جنوب شرق آسيا، أندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، الفلبين، بروناي، سنغافورة، وهذه سوق عالمية، والسوق التجارية الإسلامية اليوم تعد بآلاف المليارات، ولذلك الشركة تبدل وتغير ليس من أجلنا وإنما من أجل مصالحها التجارية الاقتصادية. وعلى كل حال نحن في هذه الحالة نكون قد بذلنا كل ما في وسعنا من أجل أن نضمن للمستهلك نوعا من أنواع الطعام الذي يجوز له أكله بعد أن يعرف أن هذه الشركة قد أخذت شهادة حلال. ومن المعلوم أن إندونيسيا تهتم بالحلال في كل شيء،
حتى تجار العلبة الماء مكتوب عليها شهادة حلال من مجلس العلماء، وهذا شيء مهم جدا. هذه المادة، هذه البلاستيك، هذا ما ليس مادة، ليس عنصرا موجودا في العالم في الطبيعة، وإنما هو مركب. هذا المركب مركب ليس من مادة جامدة، وإنما من مادة غازية، الغاز الذي يخرج من البترول، من آبار البترول. وهذا الغاز لا يستحيل إلى مادة بلاستيكية إلا بوسيط، وهذا الوسيط تارة يكون عضويا وتارة يكون كيميائيا. فإذا كان الوسيط كيميائيا فلا إشكال في المسألة، ولكن إذا كان الوسيط عضويا فمعنى ذلك أن الخنزير داخل فيه. وبناء على ذلك، هل يجوز لنا أن نشرب من هذا الإناء؟ بالبداهة لا يجوز لنا أن نشرب منه. ولذلك رددنا كثيرا من الشركات التي لم تعطينا وسيلة أو كيفية صناعة هذه المادة. بعض الشركات هنا لا يعمل أن أستورد المادة كمركب بلاستيكي، أنا ما أعرف كيف تتحول، وبعضهم يعرف ولا يقول الحقيقة ما يعطينا أسرار. وبناء لا تستغربوا أن تجدوا على قنينة ما شهادة حلال من مجلس العلماء في إندونيسيا. فإذا كان هذا يحتاج إلى شهادة ففكر ما هو عدد الأشياء الكثيرة التي نستهلكها يوميا في طعامنا وشرابنا. أظن أنك لو عددت الآلاف المؤلفة ما تستطيع أن تنتهي. ولذلك كانت صناعة الحلال من أهم الصناعة، ومؤسسات الحلال من أهم المؤسسات. حينما نشأت مراقبة الحلال في إندونيسيا، إندونيسيا ليست لها يد تمتد إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى أماكن أخرى في العالم، ولذلك كان لا بد لها أن تعتمد على مؤسسات تقوم بهذه الصناعة أو تقوم بهذه المهمة، وتعتمدها إندونيسيا وتقبل شهادتها وتسمح بدخول البضائع على أنها حلال. ولذلك نشأت في أوروبا مجموعة من الشركات التي تهتم بالحلال، وهي معتمدة من قبل إندونيسيا وماليزيا وغيرها من الدول التي تهتم بالحلال، مثل سنغافورة وتايلاند وجنوب أفريقيا وكثير من دول العالم التي تهتم بالحلال. وهذه الشركة لابد لها من هيئة شرعية تراقب عملها من أجل أن تعطي الشهادة وزنها وأنها صحيحة. ولكن ومع الأسف في كثير من المؤسسات لا توجد هذه الهيئة الرقابية من الشرعيين. أسماء كثيرة ولكنها أسماء وهمية، ويصيبني أن أقول هذا لكنه الحقيقة الذي يجب علينا أن نعترف بها. ويضاف إلى ذلك أن كثيرا من المؤسسات أصبحت مؤسسة تجارية،
وربما تكون مهتمة بالربح أكثر من اهتمامها بموضوع الحلال. ومع ذلك لا أتهم أحدا لأنني لا أعني بهذا، أنا أتكلم بمعلومات إجمالية، وما عندي الصلاحية لمراقبة مؤسسات الحلال هل يوجد عندها على الحقيقة لجان شرعية قادرة على الحركة؟ في هذه الموضوعات نحن لا نحتاج إلى فقيه يحفظ المتون، لأن الأمور تحتاج إلى حركة في الفقه، لكن ضمن ضوابط الشريعة وضمن قوانينها. هل توجد هذه الإجابة الشرعية المؤهلة للحركة في الفقه الإسلامي والنظر في هذه الشركات التي تصدر التي تصنع المادة الغذائية؟ ربما يكون موجودا في كثير من المؤسسات وربما لا يكون موجودا. والذي أتكلم عنه الآن أنا هو في غير الحيوانات، في غير الذبائح. وأما الذبح فلا يحتاج إلى معرفة العناصر التي ركب منها الحيوان، وإنما يجب علينا أن نعرف كيف ذكي الحيوان ومن الذي ذكاه وكيف ذكي. التذكية عندنا عبادة، التذكية عندنا في الإسلام عبادة، لا كما يظن كثير من الناس أن التذكية ذبح للحيوان وإذا ذبح بأي وسيلة يكون جائزا. لا، القوانين الشرعية تقول لو اشترك في ذبح الحيوان مسلم ومجوسي لا يجوز ذبحه، لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال، والتذكية عبادة، ولذلك لا بد من التذكية اليدوية. وكثير من القوى الإسلامية ترفض حتى الآن، وهذا هو الواجب، ترفض أن تكون التذكية تذكية آلية، لأن الآلة لا تتعبد الله تعالى. فأنا لا أستطيع أن أقول إذا ضغطنا على الزر في الأرض وذبحنا الحيوانات في الطبع على افتراض وجودها يكون هذا الحيوان مما يجوز أكله. التذكية عندنا عبادة، فلا بد من أن يذكيها المسلم بيده. والذي أتكلم عنه الذي تكلمت عنه الآن لا علاقة له بالحيوانات، وإنما تكلمت على المواد الغذائية الصناعية. وفي ألمانيا توجد عدة مؤسسات للحلال، ومن أهم هذه المؤسسات لا أقول في قدرتها على متابعة الشركات أو في عدد الشركات التي توجد عندها، وإنما على الانضباط، هي مؤسسة حلال كنترول في ألمانيا وأنا مديرها الشرعي، وأنا لا أسمح بأي تجاوز في أي موضوع من الموضوعات الغذائية. الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، فما كان لنا وما كان لأهل الأرض جميعا أن يجعلوا من الحرام حلالا ومن الحلال حراما، فتحريم الحلال كتحديد الحرام 100%. هذا افتراء على شرع الله وهذا افتراء على شرع الله. وكذلك يوجد في هولندا ويوجد في إيطاليا ويوجد في غير هذه الدول من الدول الأوروبية، ولكن هذه الدول الثلاثة هي الأكثر
أكثر الدول التي توجد فيها مؤسسات الحلال، وهي على كل حال لا تجاوز عدد أصابع اليد في كل هذه الدول. لكن مع الأسف الآن أوروبا تحاول أن تجعل الحلال تابعا لسلطانها، وهي تحاول في هذا، ولكن الآن لم تفلح، والحمد لله أن إندونيسيا وقفت موقفا صارما من هذه المسألة، ونحن نعلم يقينا بأنهم حاليا لا يتمكنون منها، والحمد لله. لكن يوجد بعض المؤسسات التي أسسها النصارى تتعاون مع مؤسسة شرعية باعت دينها وضميرها من أجل المال، فتذهب هذه المؤسسة النصرانية وتعمل الفحوص اللازمة للمنتج اللذائي، وبعد ذلك تعرضه على تلك المؤسسة الشرعية وتأخذ منها شهادة الحلال، فهي لم تصدر شهادة الحلال وإنما استعانت بشركة إسلامية من أجل ابتزاز المال، وهذا من أخطر الأمور التي نعرفها يقينا وليس ظنا في أوروبا. هذه المقدمة عن الحلال تعطيكم صورة بسيطة لموضوع طويل جدا ومتشعب، ولو تكلمت به من الآن إلى آخر النهار ما نستطيع أن نوفيه حقه. نعم، وأتمنى أنا لو أن كل طالب من طلاب الشريعة لو كان لي من أمر شيء وكان عندي من الطاقات والإمكانيات ما يمكنني من ذلك لفرضت على كل طالب شرعي قبل أن يتخرج أن يزور 10 شركات غذائية في العالم من أجل أن يعرف ماذا يجري في العالم. يعرف ماذا يجري في العالم. أنا حينما أذهب إلى شركة تكلفتها كذا مليار دولار وكانت تستعمل الشيء النجس، كيف سأقودها إلى حلال؟ كانت تستعمل الخنزير، فماذا نعمل الآن؟ لابد أن نفكر أن تقول للشركة ألغي هذه الشركة وبأشياء غير جديدة نصير سخرية بالعالم. لابد لنا من الحركة ضمن الفقر. فأنا أتمنى لو أن كل طالب تخرج في كليات الشريعة قبل أن يتخرج لابد أن يفرض عليه زيارة عدد من الشركات على الأقل 10 شركات ليرى ماذا يوجد في العالم، لأن رؤيته هذه ستعطيه أفقا أوسع مما قد درسه وتعلمه من خلال الكتب. ومع ذلك فنحن لا بد لنا من أن نكون منضبطين بضوابط الشرع، فالحلال كما ذكرت لكم ما أحل الله والحرام ما حرمه. هذا مجمل الكلام على مؤسسات الحلال، لكن هناك إيجابيات وسلبيات في هذا العمل بشكل عام، سواء كان في إندونيسيا أو كان في أوروبا أو كان في أمريكا. الإيجابيات عرفتموها، أن هذه المؤسسة تسهر على مصالح المسلمين من أجل أن تؤمن لهم الغذاء الحلال، فيستهلك المستهلك المسلم المادة الغذائية وهو مطمئن بأنها قد مرت على مؤسسة شرعية أعطت شهادة الحلال لهذا المنتج الغذائي. لكننا نحن رغم الضغوط التي تتوجه إلينا أو رغم الصعوبات في كثير من المؤسسات التي نزورها من أجل تحويلها إلى حلال،
لا يمكننا أبدا أن نمد الطرف عن ضوابط الشريعة وقوانينها، فأنا لا يضرني أن أقول لهذه الشركة هذا لا يناسبنا ولا نعطيكم شهادة الحلال، فليذهب إلى مكان آخر. فأنا لا أحرف شريعة الله من أجل أن أرضي شركة صناعية أو من أجل أن أرضي بعض الأفكار والاتجاهات. مما يوسف له أن مؤسسات الحلال في إندونيسيا وفي أكثر مؤسسات الحلال في أوروبا وأمريكا تعتبر الخمر طاهرة، والذي نصت عليه كل كتب الفقه في هذه الأرض في كل المذاهب الإسلامية الخمر نجسة. وأنا أريد أن ألقي عليكم محاضرة حول موضوع الخمر ونجاستها، فلي كتاب في هذا الموضوع ونوزعه في جامعة الإمام الشافعي مجانا لمن أراد أن يقرأه. الخمر نجسة، وبناء على ذلك المادة التي صيرت الخمر خمرا ما هي؟ لماذا كان الخمر محرما؟ لوجود الكحول فيها. عصير العنب قبل أن يصير قبل أن يتخمر كان طاهرا بالإجماع، وبعد أن نشأ فيه الكحول وصار مسكرا صار حراما بالإجماع، فإذا رجع وصار حلا رجع طاهرا كما كان بالإجماع. إذا ما الذي صدره حراما وما الذي أعاده حلالا؟ وجود المادة الكحولية فيه وعدم وجودها. وجدت المادة الكحولية صار عصير العنب حراما، زالت المادة الكحولية رجع عصير العنب حلالا. فإذا كانت الخمر محرمة ونجسة مع أنها مكونة من الكحول وغيره، فيها ماء فيها لون فيها طعم، لكن العنصر الفعال في التحليل والتحليل هو الإسكار فقط لا غير الكحول. فإذا كانت الخمر نجسة فأن يكون الكحول نجسا من باب أولى. ولكن في إندونيسيا قالوا إن الكحول إذا خمر طاهر، وبناء على ذلك فالكحول الذي كان سببا في تحريمها يكون طاهرا، فأجازوا أن تستخرج بعض المواد الغذائية بواسطة الكحول، تستخرج بواسطة الكحول ولا تتنجس. بل أضافوا إلى هذا بأنه لا مانع بعد استخراج المادة الكحولية من العنصر الذي حصلنا عليه بواسطة الكحول لا مانع من أن يبقى شيء من الكحول في المادة بنسبة يسيرة جدا. لو ذهبت أنت الآن إلى بلاد الشام وسألت أي عالم على وجه الأرض أقول لك هذا نجس، هذه بديهيات إسلام. لو ذهبت إلى مصر وسألت أي عالم من العلماء أقول لك الكحول نجس، الخمر نجس والكحول نجس، ما نعرف غير هذا. إذا كنا نريد أن نبحث عن قول يقول عنها طاهرة، إذا ألغي الفقه الإسلامي كله، ألغي كل الفقه الإسلامي، ألغيه،
لأنه ما يجب بس الليل وفيها خلاف. فإذا كان الأمر كذلك لا داعي لا لمؤسسة الحلال ولا لغيرها. حتى الخنزير من الناس من يقول المحرم نحن أو نحن خنزيرين وليس المحرم شحمة. إذا أردنا أن نبحث عن هكذا فنلغي موضوع الحلال والحرام. نحن ما نقول إن هذا حلال أو حرام بهذه الوسيلة، وإنما نقول بما قاله الله تعالى في نفس كتابه الكريم بما هو صريح في التحليل والتحكيم أو في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أو مما أجمعت عليه الأمة، وقد أجمعت الأمة على أن الخمر نجسة. ومن باب أولى إذا كانت الخمر نجسة من باب أولى أن يكون الكحول الذي صدرها محرمة ونجسة من باب أولى أن يكون نجسة. وقد بلغني أن بعض الشركات في أوروبا تتساهل في موضوع الخنزير ليس بوجوده في المادة البائلة وإنما بمروره على السيور الطرق التي ينتقل فيها من مرحلة إلى مرحلة يتساهلون فيها. وأيضا لا تفهموا مني أني أتكلم على مؤسسة معينة، أنا لا أتكلم على أحد أبدا ولا أريد أن أعمل دعاية لأحد، ولكن بلغني هذا وموجود. ونحن أرسلنا إلى أندونيسيا بعض الشواهد الدالة على أنه وجد مثل هذا في بعض الشركات من أجل أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع تلك المؤسسات التي تتهاون ببعض أمور الحرام، ولا أعلم شركة تسمح باستعمال الخنزير. نعم. وأما نحن في مؤسستنا فلا نسمح باستعمال الكحول أبدا لأنه نجس، ولكن إذا كان الكحول نجسا فماذا نعمل بالأطباء؟ ماذا نعمل في العمليات الجراحية؟ ماذا نعمل في المستوصفات والمستشفيات؟ ماذا نعمل في الأمور التي لا بد من استعمال الكحول فيها؟ نحن نقول يجوز استعماله للحاجة والضرورة مع نجاسته. والفقه الإسلامي مليء بمثل هذه الصور. عفي عن النجاسة في الثوب للحاجة وليس للضرورة، مع كونه من نجاسته. لو أن الإنسان تبول واقفا وتطاير رشاش الثوب على ثوبه نقطع بأن رشاش الثوب نجس، لكنه يعفى عنه للحاجة أو الضرورة لأنه لا يمكن التحرز عنه. حينما يجب يقف الذباب على شيء نجس ثم يقف على ثوبه، لم يقل أحد من الفقهاء أن الثوب تنجس، مع القطع بأن أرجله كانت متنجسة. ولو جئنا بالمجهر لوجدنا أثرا لأرجل الذباب على ثوبنا، ومع ذلك قال الفقهاء هذا معفو عنه، لكن ما قالوا إنه طاهر، قالوا نجس معفو عنه. ونظائر هذا كثيرة جدا يعرفها من درس الفقه الإسلامية دراسة واعية متبصرة. فنحن حينما نمنع الشيء لا نمنعه إلا في حالة الرخاء، وما في حالات الضرورة الشرعية. وإذا الضرورة نفترضها نحن صيرنا كل شيء ضرورة، لا، الضرورة الشرعية بضوابطها المعروفة عند علماء أصول الفقه. ما في شك أننا نقول هذا. قال العلماء إذا كان غصب الإنسان بالطعام أمامه كأس خمر، وكان إذا من يشرب الخمر إما أن يتخم يشربه من أجل أن يزيد الغصة في حلقه. لو أن الإنسان كان في البر وكان مسافرا وانقطع عنه الطعام لأيام طويلة وصل درجة الموت، قال يجوز أن يأكل الخنزير، يجوز أن يأكل من غيره. فليس كما يتصور الناس بأننا حينما نقول إن هذا الشيء نجس
يعني لا يوجد له بديل، لا يوجد له بديل وبعد ذلك. والخمر الكحول، نحن الآن لا نعطي شهادة حلال أبدا ما دمت حيا، ما أعطي شهادة الحلال لمادة غذائية استخلصت بوسيط الكحولي. نعم، ولكن عندنا بدائل أشياء ثانية من عائدة الكحوليات لكنها ليست مسكرة، مسكرة مثل بنتغازول، هذا مستعمل في التعقيم ويستعمل كما يستعمل وليس مسكرة. نعم، ولا يعد آخره أو إتش من فصيلة الكحولية لكنه لا يعد مسكرة، وهو في أوروبا لا يعد من المسكرات، ولا يدفع أصحابه عليه الضرائب لأنه ليس من المسكرات. هذه لمحة موجزة عن موضوع الحلال، وأظن أن الوقت تدارك والموضوع طويل جدا، وأنا سألقي في الشهر القادم محاضرة في معهد في جامعة فيها أتكلم فيها على أثر علم أصول الفقه الذي كان يندثر اليوم في الفتاوى الشرعية، وأتطرق بالتفصيل على بعض الموضوعات أو الأساس موضوعات الحلال التي نتكلم عنها الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرض ما كنتم تطمحون إليه، وإن كان على عجل وإن كان شديد الإيجاز والاختصار، لأن الموضوع كما ذكرت لكم طويل ومتشعب، وأترك المجال الآن لمن يريد أن يعقب أو لمن يريد أن يستفهم، والشرط أن يكون السؤال بلغة العرب وأن يكون سؤالا تحتاج لجواب، أن يكون السؤال بالتسلي. نعم، في كثير من الحالات أقول في مؤتمر فأتكلم على واقع أمة الجليل، فيقوم أحد الأشخاص ويسألني كيف الحل؟ أنا لو كان لبيت نبيا ما أحل المسألة الآن، أمي تعقدت مصالحها من 200 عام أحلها على هذه الطاولة وأمامي كأس الماء وأجلس معها في المكان المكيف المبرد وفي هذه الرفاهية. هذا سؤال فضولي، والذي سأله ليس جديا، ولو كنت أقوله لو قلت لك الحل أتبعني كان تترك عملك وتتبعني هل تفعل هذا؟ أقول لا. فلماذا؟ إذا أردت أن تسألوا سألوني سؤالا يحتاج إلى جواب، ولا تسألوني سؤالا لا يحتاج إلى جواب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.